هذا هو عنوان مشروعه اللي بيستخدم فيه لغة الرقص، وهي من أجمل اللغات في التعبير عن أي مشروع كان. خلونا قبل أن نستضيف ضيفي واللي هو مؤسس غاز الأرت نعيش شوية أجواء الرقص والتعبير الجسدي. طيب نستضيف ضيفنا على طول، تفضل. أهلا وسهلا فيك مالك عنداري. لبنان بلد مفتوح على كل البلدان، قديش الرقص فعلا يكون لها للتعبير عن اي مشروع إن كان؟ اول شيء مرحبا. اهلا وسهلا. ومرحبتين. اللي هو اسم المشروع. لبنان مفتوح على كل البلدان، مختصره مرحبتين، لانه اللبنانيه بتعرفهم كثير كرماء، تقول له مرحبا بيرد عليك مرحبتين. كل شيء مضاعف. كل شيء مضاعف، فان شاء الله تكون هلا كمان نحن بلد جميل بشكل مضاعف. حلوة بيروت، كتير حلوة بيروت، بس مشروعي بيحكي عن لبنان بشكل عام. فنحن بدنا نفرجي بهذا المشروع قدي لبنان حلو. فمرحبتين هو عبارة عن يوم لبناني يقام برعاية سفارات لبنانية أو القنصليات اللبنانية، لأنه مش كل البلاد فيها سفارات. بعرف عن لبنان مش بس بلغة الرأس مثل ما حضرتك ذكرت، إنما رح يكون في ووركشوب دكي رح يعرف عن لبنان السياحة والطبيعة، أول شيء برعاية وزارة السياحة مشكرون. بعدين في ووركشوب دكي، دكي لبنانية، لأنه بتعرف في عدة أنواع من الدكة، ونحن كثير مختصين بالدكة اللبنانية. فهون بلخص شوي، مالك عنداري مش بس مؤسس غزة الأرض، مالك عنداري برجع من سنة 2010 قبل ما احكي عن مسرحيتي، من تو ماتش لاف كيلز بمهرجانات بعزك، بنحن بركات غسان الرحباني، بوجه لهم تحيه. كان لي الشرف كون مع استاذ منصور الرحباني بمسرحيه عوده الفينيق، عملت بارت الدكي كمان، وكثير اشياء قبل لشيء بيشبه الفولكلور. حلو. فكنت لي الشرف انه من اول الناس اللي اشتغلوا على الدكي بشكل حديث، مع احترامي وحفظ المركز اكيد لسيد عبد الحليم كراكلا وفهد العبد الله وكل الناس اللي مرقوا بالفولكلور، وحاليا عم نطور بالفولكلور بشكل اللي لازم يتطور فيه، واللي هو بياخذ مثل داروين بياخذ مسافه، ما في يجي بيوم ويومين، لانه عم بسمع. بيتضمنوا المشروع اللي عم بيتضمنوا المشروع طبعا، لانه عم نروح على العونه من احنا الدبكه ما فيها تضلها هي ذاتها. نعم. عم تفتح اكثر، بس بدها اكيد دراسه كثير كبيره. نعم. فنرجع لمشروع مرحبتين. نعم. ونلخص شوي عن مالك عنداري، ما بدي احكي كثير عن الشخص، بدي احكي اكثر عن المشروع. بعد ورك شوب دبكي اكيد بنعلمهم دبكي وبنشتغل نحن وياهم، بنروح على غدا لبناني. يعني حتى المطبخ اللبناني فايز بالمشروع. لبنان سياحه، طبيعه، رقص، وفولكلور، وبطن او مثل ما معودين نحن كمان. بعد الغدا في هيك جلسه قهوه وشويه حكي، بعد منا بنروح على شيء اسمه ادب فن ابداع، هذا برعايه وزاره الثقافه. وزاره الثقافه كمان بشكرهم، زودوني باكثر من 100 فيلم عن لبنان. بكل شيء عن لبنان، من محافظات لاصطناعات الى اخره. هيدا كمان بنفرجي الارشيف اللبناني للناس اللي برا. نعم. بعد هيدا الفيلم نحن بنجتمع مع الناس اللي عملوا ورك شوب، كمان بنقدم لهم جوائز من لبنان، رنتيكار، اوتيلات، كل شيء عندنا بلبنان. ممكن الاشخاص نعطيهم اياهم المشروع ويكونوا اعضاء بهالمشروع بالورك شوب عم تحكي عنه. طبعا هلا بوضح هيدا الفكرة. ما في وقت، ما في وقت، خلص الوقت للاسف. بعد ما يشتركوا عبر السفاره اللبنانيه، السفاره اللبنانيه هي بتساعدنا انه نبلغ عن المشروع، حضرتكم كثير عم تساعدونا هلا عم نبلغ عن المشروع، ونحكي كمان انه المشروع بحاجه لكثير سبونسرز فيبرم بكل العالم. مؤخرا بشكر وزير الخارجيه اللبناني اللي هو رجع كمان احيا المشروع، اللي عم بيدعم هلا انه وقت اللي بدنا نمشي المشروع نمشي. ف استاذ عدنان منصور معالي الوزير وزير الخارجيه هو اللي حمسني واعطاني بوش زياده، اضافه ل
بلش يوصلنا موافقات من السفاره اللبنانيه ببرلين، السفاره اللبنانيه بفرنسا، وعم بيبعثوا ورانا كثير انه مالك تعا خود موافقات على مرحبتين تنبلش نقول لهم للعالم شو حلو لبنان برا. ينتشر العمل للخارج. ينتشر العمل للخارج. مالك ثانك يو انك جيت، ونتمنى لهذا المشروع النجاح، واكيد هذا راح يكون دخله كبير ووافر على لبنان، سواء من المغتربين اللي راح يجوا ويشاركوا بهذا المشروع او منكم انتم ونشاطاتكم. وقتها خلص مالك سعيد. مشاهدينا هكذا نكون قد وصلنا الى نهايه هذه الحلقه حلوه بيروت، يعود غدا بفترات ومنوعات. شكرا لكم للحضور والمتابعه، الى اللقاء.